أولا مرة أخرى نشكركم على حضوركم معنا اليوم. كيف ما كتعرفوا أتينا انطلاقة البارح ديال المعرض الدولي للنشرين والكتاب. هذا المعرض اللي عنده أهمية خاصة وعلاقة خاصة ما بين الكتاب والكتاب والمغاربة الشباب وغير الشباب. هذه فرصة باش المغاربة يتلاقاو مع الكتاب ديالهم ومع الكتاب ديالهم. كيف ما كتعرفوا الوزارة كتشاهد كل سنة باش تقوي المجال ديال القراءة ومجال ديال الكتاب مجموعة ديال المبادرات. نتكلموا كذلك على البيبليوبيوس اللي الهدف منهم هو يكون حاضر للكتاب والقراءه حتى في العالم القروي, لان كاين هناك غياب ديال المكتبات في العالم القروي. التحدي الثاني واللي مهم جدا فاش كنتكلموا على القراءه والكتاب كنتكلموا على الثمن ديال الكتاب. الهدف ديالنا بالطبع هو نقترحوا يعني مبادرات في هذا المجال باش يولي الثمن يعني يعني دما قرات الثمن مهم جدا باش الشاب المغربي او غير شاب يقدر يكون عنده يشري كتابين ثلاثة في الشهر, وباش أنا ذاك نقوي المجال ديال القراءة, لأن عندنا اليقين في الوزارة الثقافة أن الحمد لله المغاربة كيهتموا بالقراءة وبالكتب, ويمكن نديروا جولة في الرباط وتشوفوا المكتبات وتشوفوا يعني حتى في الشوارع دابا ولينا كنقراو الكتب. كذلك الكتاب ما مرتبط فقط بالأوراق ولكن حتى بالمجال ديال الرقمنة. اليوم كاين القراءة عبر الرقمنة, فهذا كيبين مرة أخرى الخيرات المغاربة في القراءة, واعتقد بان يعني القراءة عندها أهمية يعني كبرى الا بغينا يعني نزيدوا نطوروا بلادنا. طبعا المجال ديال الثقافي هو اهم حاجة في المجال ديال التطور, ومرة اخرى كيف ما قلت لكم كولا طلقنا مجموعة المبادرات هذه السنة, وسوف ان شاء الله يكون مبادرات اخرى باش نقوي القراءة والكتاب. شكرا لكم.